اسمي صابر زامني 28 سنة. Je suis chef du groupe MC Dance. ولدهم شعبية تربيت مع ولدهم تي في ترنينا في الشارع ترنينا في لقات ترنينا في دار الشباب شيء. بديت كما لعبت الكل أنا صغير نترنى في جروب كل شيء كهو قعدنا شاركنا وقت أنا كنت دانسور هذي تشامبيونات 2012 en tant que danseur. من بعد مشي ايفولوي بشوية بشوية حتى لينو جا لو جور اللي اضطرت من الجروب على خاطر جافي دي برانسيب اللي انا ما قبلتهمش على روحي وما قبلتهمش على اصحابي اللي هما معايا دونك هزيت الحمل الكل كي انا تكلمت على روحي وتكلمت على اصحابي اضطرت علاش خاطر استغلونا يهزوا فينا في دي سبيكتاكل وياخذوا علينا في الفلوس وكل شيء وقت اللي جينا نتكلموا على حقنا قال لك ليه دونك صابر خرج من الجروب افيك سي بروبر مويان خدم وحاول يشوف كيفاش يكونستروي ان جروب اللي بازي مش على الفلوس والكوميرسياليزاسيون مي عباد تحب الار تحب الدانس قعدت نخدم ونقرا كريت سالا بديت انا ولد خالتي صغير الى 10 ans moins que moi وانا ميانو وتحومتنا كيف كيف والحي خضراء بدينا بشوي بشوي نترانيو ودبوشا وغاي بدأت لعبت لعبت تجي تشوف الا بخيسي نوتخ تخافاي حتى لو جوغ الجروب متاعنا كبر وان 2010 MC دانس اللي كان هو صغير ولا هو بطل تونسي عام 2010 هذا البطولة الوطنية للرقص الفني والرياضي مجموعات دونك من هنا اون اوتر ايتاب جوست بعدها دي كوريان à l'aide des amis tunisiens, à travers eux, ils nous ont fait confiance pour le chorégraphe de spectacle de l'anniversaire Kouria TV à Tunis, les Wonder Girls. C'était une interprétation. L'année kif kif, il y avait des artistes tunisiens comme Mohamed Ali Benjema, comme Sofiane Safta, comme Mahdi Artouen. كيف كيف عطاو فيه كونفيونس محمد علي بن جمعة خدمت معاه التورني نتاعو اللي جوست اللي بعدها كاميليون وقت اللي سيميا رابي سيت اون اكسبيريونس طيارة على الاخر ان ما بيرمي دو ديكوفريغ ان اوتر موند خرجت من جو نتاع السالة من جو الكومبيتيسيون جو المهرجانات ولي سبيكتاكل بعدها بالضبط كيف كيف خدمت التورني نتاع تونيزيانا بيتش تشالنج C'était en 2009, je crois. Kif kif t'arraf nabeha. Et depuis, Tunisien a wali les spectacles de l'alcool, le beach soccer, le beach tennis, le beach challenge, le foot junior, street basket. Khdemna aussi pour d'autres marques connues fi Tunis. L'abdoulillah, je suis entraîneur national deuxième degré. J'ai été nommé en 2010 l'entraîneur de l'équipe nationale. J'ai passé dernièrement dans ma carte pro, alhamdoulilah ya rabbi. Khdinaha. Waqt li wala thamma shwaya tolérance fi lbled. Qbel ma konnach nakhdaha sahel. Qbel ma tikhou el carte pro illa ma tkoun ta3mel folklore tounsi. Ma3na un autre danseur qui est basé sur d'autres styles de danse ou ma y3arch folklore tounsi ma ykhouch carte pro. هذه نقطة سنة الحمد لله يا ربي تحسنت برشا في تونس ولا حتى ما يعملش في الكلور ياخو سبيسياليتي في حاجة أخرى ياخو كارت بروفيسيونيل هذه حاجة إيجابية معنا بعد الثورة تصلحت في البلاد نتاعنا وبالكدا اون 2012 كيف كيف معنا ماشيين ونقدموا هزينا شامبيونات 2012 فورماسيون هزينا شامبيونات زادا في الانديفيدويل معنا سكو نابيل لو بوبينغ لهنا اون ايتي نومي لو جروب نوميرو 1 في تونس اللي نعملوا في لي فلاش موب عملنا فلاش موب تونيزيانا عملنا فلاش موب نانا عملنا فلاش موب بلام شوبينغ نايت فوالا دونك انا جو رومارسي تو الموند اللي هما وقفوا معايا وخلوني وصلت لي انا فيه ويا ربي ان شاء الله ثم عباد اخرين معناها نحب يخدموا دونس بور لا دونس الفلوس راهي من بعد تجي وقت اللي انت تعمل حاجه باهيه العباد تولي تعيط لك مي كان باش تبدا من الاول اسبري كوميرسيال راه مش باش نخاطر حتى شيء اخدم
تم بعد يخدم الدانس تم بعد يعطيك الدانس. Voilà.